أيها الإخوة، إن الابتلاءات هي قدر الله الغالب وهي أمره النافذ، فالدنيا دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا. كم نرى فيها من شاكين، وكم نسمع فيها عن متبرمين، هموم وغموم وأحزان وآلام، آمال تخيب وأمان تضيع وشكاوى توجع، نقص في النفس والأهل والولد والمال، ونقص في الرزق والكسب، ونقص في الثمر، خوف وجوع ومرض وأحوال وأحداث. أيها الإخوة، من العجائب والغرائب أن يظن ظان أن دنياه ستصفو له أو ستسلم له قيادها أبد الدهر. إن سرور الدنيا أحلام نوم أو ظل زائل، فهي كما تضحك تبكي.